مرة أخرى بغيت نقول أنه قبل هذه الاستحقاقات كان الكل يتكلم عن فقدان الثقة، ولكن المغاربة أمس عبروا جميعا عن استعادة هذه الثقة بالتصويت المكتف اللي وصلنا تقريبا أكثر من 8.5 مليون ديال الناخب وأكثر من 50.3% ديال نسبة المشاركة. هذه نسبة يعني غير مسبوقة، وهذه النسبة غير المسبوقة كتعبر أولا على استعادة الثقة ديال المغاربة في المستقبل ديالهم، كتعبر أيضا على المغاربة أو حب المغاربة وإرادة المغاربة في التغيير، كتعبر أيضا على الانتظارات أيضا الواسعة ديال المغاربة فيما يتعلق بحل إشكالياتهم اليومية. وبقدر ما الحزب فخور وسعيد طبعا بعد الفوز، بقدر ما كتوضع على الحزب والحلفاء ديالو غدا مسؤوليات جسيمة من أجل العمل بجد وبسرعة وبجدية، ويعني بواحد يعني الإرادة أنها يغير من حياة المغاربة إلى أحسن ويحل الإشكاليات المرتبطة طبعا بالظرفية الوطنية والدولية الاقتصادية ومرتبطة أيضا بالتراكمات ديال بلادنا. الحمد لله هذا أعتقد أن المغرب في آخر المطاف هو الذي فاز، وأن المغاربة بذكائهم وبحسهم قالوا كلمتهم، ونتمنى على الله أننا نكون إن شاء الله عند حسن ظن المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.